السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم البنات كما وعدتكم جبت لكم طريقة مبسطة لتفصيل الذراعين. شوفوا البنات، أول حاجة نتأكدوا منها أنه القماش دايما مطوع لأربعة باش نخرجوا زوج تاع الذراعين. الجهة المغلقة هذه هي اللي حنخدموا عليها. شوفوا البنات، أول حاجة نديروها هو تحديد طول الذراع. طول الذراع هنايا انا عندي 62 تاع المراه، عندي 62 كل وحده والطول تاع ذراعها. هنايا عندي 62 طول ذراع هو 62 سنتيمتر. هنايا هذا هو الطول اللي حنخدموا عليه. ثاني حاجه نديروها البنات هو نقيسوا، نقيسوا منا نديروا 15 سنتيمتر، وهذا القياس البنات راهو ثابت 15 سنتيمتر. كي هبطنا هنايا 15 سنتيمتر نرسموا عليه الخط هذا الوهمي، هذا اللي من بعده نديروا عليه المونش، هذا يكون خط وهمي. هذا من بعد البنات نحكموا حردة الإبرة تاعنا نقيسوها بالطريقة هذه، هكذا يكون تكون هكذا. أنا أعتذر منكم، جات بنت خويا حابة ثاني تفصل معايا. نعاودوا البنات كما قلت لكم الشريط القياس يكون هكذا بالطريقة هذه، واقف هكذا هكذا وتحكمي وتقيسي هكذا، ها هكذا وتقيسي حردة الإبرة تاعك هكذا. مثلا لقيتيها مثلا نقولوا 25 سنتيمتر، 25 سنتيمتر هذيك هي اللي تجي تحطيها هنا هاك، ها هاي البنات تحطيها هكا ونديرو 25 سنتيمتر. مثلا جاتنا هنا هاي، هذه هي 25 سنتيمتر. متفاهمين؟ من بعد البنات واش نديرو؟ نقسمو هذا القياس، هذا لقينا 25 ونص، نقسموه على النص هكذا، وهذا القسم العلوي البنات ثاني نقسموه على النص هكذا، نطلعوا له هنايا بواحد سنتيمتر ونرسمو هكذا كيما راكم تشوفوا معايا البنات هكذا. نزيدو نهبطو للنصف السفلي نقسموه نفس الشيء على النص، لكن الان نحضرو بواحد سنتيمتر نهبطو هنا بواحد سنتيمتر هكذا ونجيبو هكذا نرسمها على واحد سنتيمتر هكذا ونوصلوها ليه. هنايا طلعنا وهنايا نزلنا، هاكم تشوفوا البنات ها هو ليك المونش، ها هو بدا يترسم عندنا. نجيب للعرض هنا تاع الذراع، هنايا العرض تاع الذراع نحكمو شريط القياس هكذا كيما راكم تشوفوا البنات هكذا هكذا. مثلا انا لقيت 24 سنتيمتر نقسموها على 2 ونزيدو لها 2 حق الخياطه. هنايا انايا عندي 14 سنتيمتر، ها هي 14 سنتيمتر البنات العرض. نجيب ساعتين من النقطه هذه ونهبطو هكذا بشويه ميلان هكذا لحتى العرض اللي لقيناه لتحت 14 سنتيمتر هكذا البنات. ها راني نبسط لكم على قد ما نقدر، مانيش مديت لكم تعقيدات خلاص، ها مانيش حابه نكثر عليكم الحسابات. ها هوليك هكذا البنات، ها هوليكم البنات المونش تاعنا كي قصيناه، هذا هو المونش. وبالمناسبة نسيت باش نقول لكم برك على هنايا هذا المونش راح يكون بدون كشكاشة. اللي تحب دير الكشكاشة كيفاش دير؟ كي تاخذي القياس هنايا ديري القياس تاعك هذا اللي درناه من قبل، هذا تاع حدة الإبيض، كي تحكمي المترة تاعك هكذا وتحسبي. مثلا قلنا لك إلا كان جاتك 25 حابة تزيدي حق الكشكاشة زيدي 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر، انتي حرة في عدد الكشكاشة اللي حباتو. هذا كان درس اليوم، إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا البنات والشرح تاعي كان مبسط. كي العادة البنات ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وابقوا على خير البنات. هذا كان درس اليوم، ان شاء الله البنات تكونوا فهمتوا عليا وطريقة شرحي كانت مبسطة. كي العادة البنات ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ابقوا على خير.